اهلا بكم اعزائي المستمعين ودرس جديد من تعليم برنامج بلندر للاشباح. ودي يا ابن عمي فرصه كويسه انك تتعلم حاجه جديده، وزي ما قال المثل اللي الدنيا علمته احسن من اللي ماما مرجحته. ومش هقول لك تصحى للكلام لان انت شبح وعارف كويس انك لازم تصحى لكلامي يا تمشي من قدامي واصحى للكلام. والان مع كيف تصنع شعار فالهالا 3D في دقيقه واحده. الاول هتحمل برنامج بلندر 2.8 واللي موجود على النت مجانا، بعد كده هتدور على اسم اللعبه جنبها لوجو SVG، هتحمل الملف وتخش على برنامج بلندر، تفتح واحده جنرال، تمسح الديفولت كيوب، دوس على فايل امبورت SVG، هتختار الملف بتاع اللوجو، هيفتح معاك صغير جدا، دوس على محور الزد الازرق اللي موجود فوق على اليمين، اعمل زوم ان لحد ما تشوف اللوجو، علم على كل حاجه، دوس زرار اس علشان تكبر اللوجو، علم على الكلام المكتوب، دوس على زرار ديليت عشان تمسحه وما يفضلش غير الشعار، علم على الشعار ودوس على الزرار، وفي الحاله دي زرار هو كنترول جي علشان تدمج الاجزاء بتاعت الشعار مع بعضها، كليك يمين كونفرت ومش، هتدوس على زرار تاب علشان تخش على الايديت مود، وبعد كده زرار ايه عشان تعلم على كل حاجه، وبعد كده زرار اي وحرك الماوس لحد ما توصل للتخانه اللي انت عايزها. وبس كده يا معلم، بقى عندك شعار بتاع فالهالا اساسنز كريد ثلاثي الابعاد في اقل من دقيقه، تقدر بعد كده تلفه وتحركه، تحط له اضاءه وخلفيه وتضيف اسمه على بطاقة التموين كمان لو عايز. وطبعا الطريقة دي تنفع مع اي ملف SVG. شكرا للمتابعة، كان معكم عمر وحيد اللي ظهره نحنا من كتر شبحنا.